دعني أقول ليك، ليه المسيح ما جاش لغاية دلوقتي؟ ليه ما خدش أتباعه حتى اليوم؟ خليني أقول لك حاجة واحدة فقط وواضحة وصريحة وأهم الأشياء اللي تقال. تعرف ليه؟ من محبة ربنا فيك إن متأن عليك، من طول أناط الله إنه حتى هذا الوقت لم يأتي. إيه اللي أكد الكلام ده؟ في بطرس الثانية أصحاح 3 بصفة خاصة بيقول في عدد 15 واحسبوا أنات ربنا خلاصا. فربنا عنده صحيح معاد وعنده وقت وعنده ساعة وأنا ما أقدرش أعرفها، وكل التواريخ التي تحددت من البشر كانت اجتهادات. ففي روح فعل إلهنا لا يتباطأ عن وعده كما يحسب أو يظن قوم التباطؤ، لكن يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فربنا منتظر عشان تتوب، فاحسب أنات ربنا خلاص. ليه يا رب ما جيتش لغاية دلوقتي؟ عشان بيحبك. ليه يا رب أنت لم تأخذ أتباعك المؤمنين الحقيقيين اللي وثقوا فيك وأحبوك ومنتظرينك حتى اليوم؟ أجاوب من كلمة ربنا في رسالة رومية، تحديداً ما ذكر في أصحاح 2، أم تستهين بغنى لطفه؟ اسمع عزيز المشاهد، وإمهاله وطول آناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. فانتظار ربنا عايز يقودك للتوبة، الريبين، تتوب ترجع للقمة وتعيش ويجي ياخدك للقمة.